to understand all the chaos in the world, and as we have been programmed, both biologically, physically, programmed mentally, intellectually, one must be aware of this being programmed like a computer. تحدث كثيرا عن حقوق الإنسان، حقه في كذا وكذا وكذا، لكن هل تحدثنا عن حقه في معرفة الحقيقة؟ حقه في الحق أيها الإخوة، لماذا هذا السؤال؟ طبعا هذا السؤال أنا متأكد أكثر سؤال يؤرق هؤلاء الكبار الذين يبرمجوننا، يبرمجون الشعوب والأمم أيها الإخوة، يبرمجون العقول والأقلام والأوراق، لا يحبون مثل هذا الطرح بالذات، هذا يغيظهم. يا سمح لنا نخلف الموضوع ليش نقولك واحد النصيحة، نصيحة مني ليك اللي في حياتي استفدت منها، لا بغيتي تربح الآخرة وتربح معها الدنيا، تقف راسك بالثقافة الإسلامية، ما تعوش على الدولة هي تعطيك الثقافة، حيت هي بغات العكس وبغات تخلي عقولنا تالفة، كتستغل التلفاز وكتلعب بالصحافة باش يخطيو الواقع بالحقائق المزيفة، وما عارفين نقطة الضعف الحياة البشرية، كيأثروا علينا بالشهوات المادية، حرب تحكم بالعقل بالأسلحة نفسانية، حرب ضد المبادئ والثقافة دينية. باش نفكروا كيما بغاو نصوا الثقافة الإسلامية، باش نعيشوا كيما بغاو تابعين نظام الماسونية، الخطرة نشحات الأمل مازال بيدينا، إلى وعينا كنا وحلينا عينينا، الحرب المسلحة ولا تقاليد بدائية، دابا عايشين حرب جديدة من اختراع الماسونية، حرب تحكم بالعقل بالوسائل الإعلامية، كيبدلوا لينا أفكار برسائل خفية اللي كتأثر لينا في العقول الباطنية، باش يبدلوا لينا أسلوب الحياة الاجتماعية، المجتمعات الحافظة اللي بالقيم الدينية كيردوها فاسدة بلا ما بدأ بالتربية، برنامج المدام مسافرة مورا خطة ذكية، بغاو يعرو بيها الأسر المغربية، مرات راجل حدا العالم كتلعب وتعوم بحرية، بغاو يعطيو المرأة فوق الحقوق الشرعية، سودودو زي مصار أكاديمي أرب أيدول، بغاو يصنعو هيفاس ونسيات مقاع الدولات، بغاو يقنعو المرأة بلي راها في الإسلام مقموعة بالإغراءات الحضارية والأفكار المصنوعة، ما تثقيش بهم حد الإسلام عطاك الحرية، عطاك جميع الحقوق جعلك أم البشرية، زولي أفكار الملحدين من راسك وديري حجابك، لا بغيتي تكوني حرة حيت حجابك هو تاجك، زي راسك الفوق قول لهم انا مسلمة، كنعيش بكامل حرية مصحوبة بالكرامة، لكانت الحرية ديالكم كتخبش السنة، بقيتش باغا الدنيا وليت باغا الجنة، خويا المسلم قوي شخصيتك، ما تخليش السفهاء يعلموك تعيش حياتك، ما تخليهمش يعلموك كيفاش بني تفكيرك، انت خلقيتي حر خدم المنطق بعقلك، عندك قدوة واحد عندك مرشد واحد، القدوة هو الرسول والمرشد هو القرآن، من خيرهم متيق في حد كيما كان، وحدي راسك لا يغرك الكافر مان، جعلوك تحقد على خوتك وتعينهم حيت انت ودادي هما رجاويين كفرقوكم، جعلوك تحقد على خوتك مسلمي بلا إرادة، غير بلا كير بسيكولوجي تحسيف المصيدة، جعلوك تربط المنتخب والكرة بحب الوطن، طوني هو شعارك واللاعبين هما الأبطال، الوطن عمرو ينتصر لما انتصرش بدينه، واللي خدا العز بغير الله كيدلو، باش تفهم هاد العالم ولو مرة في التلفازة، تفيدك الفيسبوك تفي هاد الموسيقى، دير ستوب لحياتك شوف المراية راجع راسك، سول عقلك شنو كدير في حياتك، علاش نتايا عايش شنو هو الهدف ديالك، لكان غير الفلوس شحال ما عندك غادي خاصك، لكان هو المستقبل فكر حتى في موتك، ما كانش عندك حتى جاوب خويا الله يرحمك، كيف ما كان الحال غتلقى روحك مقموعة، غتلقى عقلك مبني بافكار مصنوعة، كان كيحسب لك بلي ديالك وهي خيط الميديا، تفكير السائد والافكار الوراثية، الثقافة والوعي ماشي هما من دراسك، الثقافة هي العلم اللي غينفعك في حياتك، شوية من كل حاجة احسن من كل شي غير في حاجة، بالفلسفة فكرية تحت المبادئ الدينية، وما تخليش الحساء الأحمر يغربيك، العالم الأوهام حيت في تالي غيعميك، تيق في راسك ما تيقش في نفسك، حيت النفس أمارة بالسوء غادي تغدرك، أنا كنت تقص فيها كون عمرك سمعتي بكينيدي، غتسمع غير ببيستول بروش لعقل مفضي، قلت شوية من اللي كان وخا بزاف ما يتقال، بغيت نسالي حيت خفت كلامي يتقال، الناس اللي فهمونا وتقوا فينا، الناس اللي حسوا براسهم كيف فكروا بحالنا، اللي حسوا بكلامنا قدي بدل عالمنا، اللي بقلب بيض عطاونا كلمة زوينة، هادوك ماشي ديفان هادوك خوتنا، جمعنا معاهم القلب ماشي موسيقتنا، الناس اللي عطاونا الحق نمثلوهم، كان وعدكم ما غنغدروا شيقتكم، الناس اللي سمعوا كلامنا ما وقفش عندهم، اللي شافوا فيه الغاية حاولوا يوصلوا لغيرهم، كلمات شكرا صغيرة في حقكم، تمنى من الله يلاقيني في الجنة معاكم. Thank you.